رمضان من البيت مع ماجد، بتمنى تكون أوقاتكم سعيدة. واليوم وصفتنا كثير خفيفة وسهلة وشيء مناسب لمائدتنا. رح نعمل عصير الأفوكادو، بما أنه نحن برمضان رح نستخدم معه التمر، وكمان رح يكون في أشياء تكون مفيدة لنا وصحية. خلينا نبدأ بالتحضير. طبعا العصائر مهمة على مائدة رمضان، ولازم نختار العصائر الجيدة والطازجة، وهذا اللي بنصحكم فيه على طول. معي حبة الأفوكادو التازة، ومعي حبات من التمر اللي طبعا منزوعة النواة. الشيء الإضافي اللي أنا راح أخليه بالعصير هو زبدة الفستق اللي هي البينات باتر، جدا مفيدة وكويسة إنه تستفيدوا منها، كمية بسيطة إذا مو حابين تكون واضحة نكهتها. بعدين بنضيف الحليب الطازج ونخفق الكل مع بعض. العصير جاهز، ما بياخذ وقت. بنصحكم تجربوه، أو عفوا تحضروه قبل ما تحتاجوا مباشرة، ما في داعي نخزنه لفترة طويلة. نتحكم بكمية الحلو من عن طريق كمية التمر اللي عم نستخدمه، وممكن انه نزينه شوي بالفستق الحلبي المطحون. هيك عملنا عصير مناسب ولذيذ. ما تنسوا تشاهدوه وتتابعونا، وكمان تشاركوا بالمسابقة، ان شاء الله تكونوا من الرابحين. ماجد بحضر لكم اطباق من بيته، بتمنى انه تنال اعجابكم. نلتقي بفيديو ثاني.